كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الخسائر أخوة ديالي اللي كنجمعوا أنا في 13 عام. ها اللي كنجمع أنا في 13 عام هما الناس كيهزوهم كيدخلوهم من الشهر. صور الناس اللي كيديو رزقي. ها هذا رزقي على برا هو مليوح. أجوا معايا أخوتي. ها أنتم الحوايج ديالي. ها اللي كنجمعوا أنا في 13 عام. ها أنت أش حمد الربا. هذه وحامدين عليها الله اللهم لك الحمد. هي ما عندناش ها فراش ولادي فينا هو عامر ما ها فراش ولادي ها عامر ما ها فينا نعس انايا فينا عندي ولادي يعني كلشي مشى كلشي مشى لي كلشي مشى لي. حنا من الناس المتضررين من هذا الحي هذا وهاد الكارثه هذه كتوقع عندنا كل عام. مسؤولين ما كيشوفوش لهذا الشيء وعينا ما نغوتوا عينا ما نعيطوا ما كيجي عندنا حتى واحد. ما جا عندنا لا شي مسؤول لا صغير لا كبير. ما جاش عندنا شي واحد اللي غنعرفوا على ان رحنا مواطنين ورحنا عايشين في طنجه ولا ما بغيناش نعرف راسنا فاش من بلاصه عايشين. واش عايشين داخل المغرب ولا خارج المغرب او جينا في الحدود ما عندنا اللي قبلنا. لا تشوفوا اللي عندنا اللي ضرينا فيه. هو الفراش ديال الجار ديالي هذا الجار ديالي فراش ديال الدار ديالو عنده خمسه د العواول تاهو عنده الارض. دابا راه عينا عسهم على الارض. انا عندي عاوتاني جوج العواول ها هما هنايا لا المطار ديالي راه هما المنطات والمطربه ديال البيت نعاسو كلشي راه ما كاين حتى حاجه بقات لي. كتبت العواول مشاو لي مشات لي الحوايج ديال اللباس ديالهم. ندخلك البيت نعاس تشوف صور الماريو الماريو من كامل النص ديالو كامل عمر بالماء. لا الكوزينه كذلك وسط الدار عندي اي حاجه راه كلشي تقاص لي. الماء القوادس كيرجع لعندنا للديور عندنا الماء ديال الطواليطات طلع لنا في وسط الديور طلعنا من سميتو القادوس راه فينا هو عندنا القادوس هنا في الزنقه. كل عام كيوقع هذا المشكل كل عام كيتسدك القادوس ما فهمناش حنا هذا الشيء منين كيجي. حنا عندنا الديور دابا الدار الاخرى هنايا اللي دخلتي لها تلقى فيها الريحه ديال الطواليط. اي دار دخلتي ليها القوادس كيرجعوا لنا عندنا. القادوس الكبير راه هو مسدود ما في الصباح خرجنا كنحر نسرحوه بيدينا حنايا ما جبرنا منين نخرجوا. خرجوا عين الجيران كاين الناس اللي كان بعاد شويه جبروا باش يحلوا القادوس باش هود الماء. البيبان ما قدرنا نحلوهم جبرنا منين نحلوهم. الماء واصل عندي انا 60 سنتيم عندي في 60 سنتيم عندي ديال العلود الماء عندي في وسط الدار عندي في الكوزينه عندي في بيت نعس عندي كان عندي لابيسين عندي الدري كنعس في الارض. الدري عنده 11 عام كنعس في الارض. الساعه اللي بوع الماء نقص الماء مجهد بزاف الدري تخلع نطلع غير عند الجيران عندي الفوق. البنت هي كتغوت بالعاده ما عيطوا لها الجيران قالوا طلع بحالاتك ما جبرت فين ما جبرت لا تخرج لا حوايج لا حتى شي حاجه ما جبرت ما تنقد حتى شي حاجه ما نقدت والو. اخر لحظه انا خرجناهم دابا حنا هم رميين في الزنقه غنمشي. هادو الحوايج ديال السيد الجار ديالي هادو ديال الجار ديالي هادو ديالي انا راه هما ما حنا راه دابا ما بقيناش نعرفوا ديالنا من الناس. هادشي اللي عيط كلشي راه ما بقاش محسوب علينا. دابا هادوك كلهم عيطلاحوا ما بقاش عندنا نحتاجوهم. حنا نوجه للمسؤولين خصهم يشوفوا فينا ويشوفوا في غيرنا ويشوفوا في الناس اللي كيسكنوا في هاد الاحياء بحال هادي. هاد الحي هذا راه ما عندوش مواليه راه ما عندوش شي واحد شي مسؤول اللي كيجي يقلب على هذا سميتو. المقدم د الحومه كيسكن قريب علينا بيناتنا واقيلا شي ست ديور ما وصلش لعندنا. ما شفناش المقدم ما عرفناش المقدم واش باقي عندنا ولا ما بقاش. لا شي مسؤول كبير ولا شي مسؤول صغير ما جا عندنا حتى شي واحد. حنا الصباح كامل من تسعود لحد الساعه حنا باقيين مكرسين. الدار راه يدخل شوف راه الدراري عين عسو على الارض. الجار ديالي عاوتاني دخل راه الدار ديالو حتى هو عين عسو على الارض. جاو الناس عندنا المحسنين الله يجازيهم بخير جابوا لنا علاش نعسوا سمعوا الصوت ديالنا جابوا لنا علاش نعسوا الدراري الله يجازيهم بخير الله يكثر من نتيلهم. وكنشكركم انتم على هذه المجيه ديالكم. شكرا بزاف شكرا بزاف وعاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا. اخويا شنقول لك انايا في الصباح مشيت للخدمه ديالي خليت اربعه العواول جالسين ناعسين يعني ناعسين اربعه العواول حتى كيدخلوا عليهم غير الجيران عتقوهم الجيران تشدات عليهم الباب المدخل علينا بشي 60 سنتيم 70 سنتيم من الفوق يعني ديال العلو. الحوايج ديالي اللي كنكسبوها هو هنا في الشارع الحوايج ديالي كامل من المواد الغذائيه اللي جمعناها كندوزوا بها الوقيته مع ولادنا كامل ضاعت لنا ثلاجه لا باضوره. ودابا كنشوفوا فينا نعس وليداتنا دابا حنا على القص الله كريم ما بقى لنا والو. عندنا خمسه العواول وانا والمراه سبعه الناس فين غنمشي فين غنمشي انايا دابا منين دابا الظلام هذا شكون اللي غيكون بيا انايا يا لا شكون اللي غيكون بيا انايا. يعني هادشي هذا خصو يتحملوا المسؤولين. انا كنحمل المسؤوليه للمسؤولين كنحمل المسؤوليه للسلطه المعنيه بهادشي هذا. يعني ما صيفطات لنا الوقايه ما صيفطات لنا المخزن ما جانا المقدم وابسط الايمان ما جاش عندنا يساندنا في المشكل ديالنا. يعني هادشي لا اله الا الله محمد رسول الله ما كاينش. البنيه التحتيه زيرو ديرها زيرو 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 بنيه تحتيه. هادشي هذا خصو يلتفتوا له في شهر 8 وشهر 10 يجوا يسرحوا القوادس. ماشي حتى كتوقع الكارثه وكتكبر القضيه عاد كينوضوا الناس يهضروا طا طا طا. هادشي هذا منين باش غينفع دابا هادشي هذا. انا منين نشرد انا ولادي خمسه العواول والمراه وانا فين غنمشي شنو باش غينفعني انايا هادشي هذا. انا كنحمل
المسؤوليه الامانديس والمجلس البلدي والمعنيين بالامر اللي كيهموا الامر كاملين كنحملوا المسؤوليه. يجوا شوفوا لي ولادي انا فين غينعس بعد اول حاجه، لان لي اختي غير المحسنين اللي جمعوا لي انا الزربيه ومطا واحد مطربه باش نعس ولادي، فين غنعس انايا؟ فين غنمشي؟ اللي كنا كنعناموها هو في الزنقه مليوح، من التلفازه من الثلاجه من لابادوره من كل شيء. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، بقينا هايده الله كريمه شحال هذه بالساعه احنا لا برا انا وليداتي. شكون فين غنمشي انايا؟ ومن غنحمل المسؤوليه؟ ومع من غنهضر؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ حتى حنا راه مواطنين، وحتى حنا عندنا الغيره على هذا الوطن، وكنحبوا سيدنا وكنحبوا الملك وكنحبوا الوطن ديالنا، ولكن والو ملي كنشوفوا هادشي هذا كنبقاو كنقولوا حنا واش جينا مشي دوله ما عرفتش، واش جينا مشي افريقيا الله يعلم وحده اخرى، ماشي حنا ولاد هذا الوطن، حتى حنا ولاد الوطن ولاد الشعب، حنا غير كاريين، انا غير كاري كنصور 70 درهم، في نظرك انت 70 درهم، كنخلص منها الكرا والما والضو. وجيت تلاح لينا رزقي على برا على برا باش نعوض انا هاد الشهاده في نظركم، باش نعوض انا هاد الشهاده. هاد الشهاده درتو 13 عام في الزواج، ها البنيته ديالي ها هي الكبيره ديالي. هاد الشهاده ماشي درتو ما بين عشيه وضحاها، 13 عام ديال الزواج وانا كنبني وانا كنجمع باش درت فين نعشش ولادي، ويجي انا ما بين عشيه وضحاها في المشتعين انا يتلاح لي هاد الشيء على برا، وخدام غير عشوائي، خدام غير كما كنقولوا جاب النهار كله الليل، ما عندنا شيء. عندنا غير الله سبحانه وتعالى ومحسنين اللي خطيهم، باقي الناس محسنين، باقي الجواد اللي ردوا لنا البال، ها هما ولادي من الفطور ديال الصباح، وقسموا بالله انا ما كانش الجيران راه ما كاين والو، كلشي ضاع لي، كلشي ضاع لي، لمن غنحملوا مسؤوليه دابا مع من غنهضروا؟ شكون ما كانش الصحافه بحالكم انتم اللي كيجيو ساندونا في المحنه ديالنا؟ وخصنا سيدي خصنا كنطلبوا من المسخزن يجي يشوف لنا هادشي هذا، يجيبوا لنا الناس اللي غتنظر لنا في الحوايج ديالنا، شي مفوض قضائي يشوف لنا، شي مسؤول شي حاجه، شي وزير شي رئيس شي لعبه اللي كيفهم في هادشي هذا يجي يدور لنا اخي. احنا ما انتم كطلبوا بالتعويض؟ انت كنطلب بيان سور اخي، بيان سور. انا انكم كتخلصوا الفواتير ديالكم؟ انا كنخلص الفاتوره ديال الموضوع، كنخلص الكره ديالي اللي كنجمعوا في الشهر كنعطيها في النهار ديالي، ما كيسالي حتى واحد شي حاجه، اللي مسؤول اللي عليا كنأديه، الواجب ديالي كنأديه، وانا اجي شوفوا لي الحاله ديالي، انا كما قلت لكم وكما سبق لي هدرت معكم، المساله المسائل ديالي ديال 13 عام وانا كنبني وانا كنجمع وانا كنسعى وانا كنهدا وعلى برا. لا اله الا الله محمد رسول الله، باقي لي هاد الشهاده اللي على ظهري، اقسم لك باليمين تدخلوا معايا تشوفوا شنو كاين، دخلوا معايا مرحبا بكم، هاد الدار ديالي. طواليت حشرف الله وقدركم وشرف الله قدر المستمعين. كانت كتخرج الواد، خرجنا من هنايا من الكراج، الروكار في عوط ما يدخل هو كيخرج، في عوط ما يستقبل هو كيزيد لنا، يعني ولات هنايا لابيسين 2 متر ولا في الشارع، الدار شي 60 70 سنتيم. طنجة زيرو بناية، زيرو بناية تحتية، زيرو كلشي، المسؤولين زيرو. أنا كنقولها وكنتحمل المسؤولية ديالي، كنتحمل المسؤولية ديالي أنا شتي ولا، إلا ما داروش معايا الحل، إلا ما ستروليش ولادي، إلا ما جمعوليش ولادي من الشارع، غنديهم لباب الولاية الباشاوية ولا لباب البرلمان ولا شي حاجة، ونحطهم من تما ولادي وتكلفوا بهم. لما كانت الأمور كما كان هي عليها مزيان، كنا كنخدموا كنجيبوا داك 70 درهم وحامدين عليها الله. ماشي دابا كوفيد من جهه، الفيضانات من جهه، الكرا من جهه، الخدمه ما كانش، احنا واقفين من الخدمه، واقفين من العمل، وجيت تكمل عليا نتايا تضيع لي في رزقي انايا. انا دابا اللي كنطالب المسؤولين اخا يجيو يعوضوا لي المسائل ديالي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.